شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يؤخذ العلم على الشيخ ربيع؟ سبحان الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. نعم، يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع، فالشيخ ربيع من أهل السنة، ومن زعم ذلك ومن زعم خلاف ذلك فهو مخطئ، ونسأل الله أن يغفر للجميع.